أرجو أن تصلك كلماتي، رغم مشاغلك يا مجلس أمن الأمم المتحدة. ليست هذه أولى رسالاتي، أرجو أن تصلك كلماتي. رغم مشاغلك يا مجلس أمن الأمم المتحدة، ليست هذه أولى رسالاتي. هانذا الإنسان الدامي، سن الجهل سيوف الحكام على صمتي، ومن الظلمة خلق الظلم ونخاسي. أصبحت بلا علم أتبع وسواسي. أصبحت غريبا في طريقي، غيري يقرأ لي بصلاتي، يختار لجهلي وجهاتي. يا مولاي يا مولاي، أمين المجلس والأمناء جميعا، في كل أمانات خيانة أحلامي. يا مولاي أمين المجلس والأمناء جميعا، في كل أمانات خيانة أحلامي. قد لا أفهم كل الكلمات بتلفازي، لكن أعرف أن هوى السجن سطيل. قد لا أعرف أن أكتب كلمة حرية، لكني أحمل معناها. فاعلم أن اليوم سيمضي، غدا قد ينفلت زمامي. يا